من حين ما أمرهم الله عز وجل بالسجود سجدوا مباشرة، لكن بقي إبليس يقول لن أمتثل أمرك يا الله ولن أسجد لآدم، لأن آدم مخلوق من طين وأنا مخلوق من النار والنار خير من الطين، كان المفروض أن آدم هو الذي يسجد لي. فأنتم ترون أن السامعين لخطاب الله عز وجل انقسموا إلى هذين القسمين، قسم تلقى خطاب الله عز وجل بأكمل الإيمان وأكمل الإذعان وأكمل التسليم والقبول، لا معارضة ولا مناقبة ولا مصادمة ولا أي شيء، وإنما مباشرة أسجدوا لآدم سجدوا مباشرة. بينما الطائفة الأخرى وهم إبليس، القسم الثاني هذا إبليس تلقى خطاب الله عز وجل بأكمل العناد وأكمل الإباء وأكمل الاستكبار. العجيب أن هذين القسمين لا يزال أمرهما مستمرا إلى أن تقوم الساعة. الناس الآن إذا سمعوا قال الله ينقسمون إلى هالقسمين، منهم من يقول وش قال الله؟ سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا خلاص انتهينا. ومن الناس من يقول إيش قال الله؟ لا، هذا لا يتوافق مع عقلي، لا يتوافق مع ميولي، لا يتوافق مع مشاعري، لا يتوافق مع عواطفي، هذا يعني لا يليق بالقرن العشرين. خطاب الله لا لا لا، تأتيه آيات حجاب المرأة يقول هذا لا يتوافق مع القرن العشرين، يأتيه خطاب وجوب الستر لا يتوافق مع القرن العشرين، تأتيه الأحاديث التي تدل على وجوب قتل المرتد لا لا، هذه دموية، هذا عنف، هذا إرهاب، هذا بعد عن الإنسانية، سبحان الله. طيب خطاب الله أبدا، سوف يستمر هذا المنهج في تلقي خطاب الشارع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أنت الآن من أي الطائفة؟ هل من الطائفة التي إذا سمعت النص الصحيح الصريح يقول الله كذا، يقول رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، تقابله مباشرة سمعنا وأطعنا آمنا وصدقنا، كما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحققوا شروطا، قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا التلقف الملكي، هذا تلقف خطاب الشارع، تلقف الملائكة، هذا هو التلقف الذي ينبغي لكل مؤمن، كما قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا. فإذا أردت أن تكون مع الملائكة في الآخرة فعليك أن تتلقف خطاب الشارع، تلقف الملائكة، لما قال الله لهم اسجدوا لآدم قالوا سمعنا وأطعنا ومباشرة سجدوا. وإياك أن تتلقف خطاب الشارع التلقف الإبليسي الشيطاني، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، انتبه لذلك. وما أكثرهم في هذا الزمان، ما أكثر الأبالسة فيما بيننا في هذا الزمان، تأتيهم الآيات ولا يؤمنون، تأتيهم المواعظ ولا يتعظون، تأتيهم الأوامر ولا يمتثلون، تأتيهم النواهي وتجدهم يقترفون، لا يبالون بقال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فأمهلهم رويدة، أمهلهم رويدة، سيكونون مع من درسهم في النار يوم القيامة، وسيقوم إبليس في أهل النار خطيبا يوم القيامة، كما قال الله عز وجل وقال الشيطان لما قضي الأمر أهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، أنا ما جيت بعصا، أنا ما جيت أسوقكم بعصا وأطقكم بعصا، ما لي عليكم من سلطان، لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هربت، لكن أنتم ما قلتوه، شرحتوا لي صدوركم، صدقتموني، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، هذا هو الشيطان وحزبه. ولذلك أدعو الله دائما وأبدا أن تنشرح صدوركم عند سماع كلام الله عز وجل، كونوا كمن قال الله عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لماذا؟ لأنهم يتلقون هذه الآيات تلقيا ملكيا، ولا تكونوا ممن قال الله عز وجل فيه وإذا تتلى عليهم آياتنا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا.